الأستاذ إحسان عبد القدوس طبعا يعني أديب عظيم جدا، أهم أدباء مصر، يعني من أهم كتاب ومن أهم صحفيين. هو أكتر أديب تحول الأدب للسينما المصرية، وهو كمان يعني صحفي مهم جدا وابن المؤسسة العظيمة روزا اليوسف. البداية جت من الباشمهندس أحمد إحسان، رجل أعمال وصديق الباشمهندس سميح صويرس، عرض عليه قال له أنا سمعت عن المهرجان بتاعكم، مهرجان ناجح، مهرجان عامل صدى كويس، فالسنة دي المئوية بتاعت الوالد. قال له تمام، فقال له خلاص أوكي أنا هكلم انتشال، وانتشال هو يجي لك ويشوف إيه اللي ممكن يعمله. انتشال هو مدير المهرجان. وانا مشرف على المعرض، انا اللي جمعت البوسترات دي كلها البوسترات الطبعات الاولى اللي نزلت وقت الفيلم ما نزل اول عرض، دي معظمها فنانين تشكيليين اللي رسمين البوستر. بدانا من سنه 55 اللي هو تاني عمل لإحسان عبد القدوس في السينما المصريه اللي هو الله معنا، ده كان تحقيق صحفي حوالين الاسلحه الفاسده. دول حوالي 43 بوستر، دي كلها جزء كبير من الأعمال السينمائية اللي تحولت من أدب إحسان عبد القدوس. المقتنيات عبارة عن صور شخصية ليه والعائلة وأصدقائه الصحفيين والشخصيات المهمة اللي كانوا في حياته، كمان الجوائز اللي خدها، الإعلام بتاعته، روايات الطبعات الأولى، صور لمامته وبابا، بورتريهات ليه هو رسمينها له فنانين تشكيليين كبار جدا، المكتب بتاعه اللي كان بيقعد يكتب عليه، النظارة، المقص اللي كان بيفتح بيه الجوابات، يعني كلها المتعلقات الشخصية بتاعته. الناس كلها اللي بتيجي مبهورة جدا بالفكرة ومبهورة جدا بالمعرض وبالمقتنيات، يعني الناس كان ما شافوش مثلا مقالاته اللي هو كتبها اللي هو دخل السجن، يعني في مقال اللي هو كتبه دخل السجن في عهد عبد الناصر، وده التمثال اللي هو بتاعه هو مسجون، وكوز كمان بتاعه اللي هو كان بيشرب منه في السجن. ف يعني احنا قدرنا ان احنا بجد نجيب كل حاجه. متحف مش معرض، يعني ان شاء الله باذن الله يبقى متحف قائم. مبادره من الباشمهندس احمد حسين هو يخصص مكان يتعمل فيه متحف قائم لاحسان عبد القدوس، وهو كمان مش بس هو عايز يعمل متحف لوالده، ده هو عايز يعمل متحف قائم لكل ادباء مصر.